حديث الساعة اليوم في إسرائيل هو الحديث عن قرار مزمع لنتنياهو بإقالة جالنت وتعيين جدعون ساعر بدلا منه كيف تنظر إلى يعني ما بين السطور؟ يعني هو عند ظهر هذا اليوم التوقعات كانت أن القرار سيكون الليلة أو سيكون اليوم أو أو في أقصى حد سيكون غدا بمعنى أن القرار اتخذ وأن فقط مسألة وقت ساعات وسيتم الاعلان ولكن على ما يبدو ان هناك بعض العقبات وفقا لبعض المراسلين والمحللين الاسرائيليين ان حماس نتنياهو خلال الساعات الاخيره هو قل عما كان عليه في في ساعات الصباح او غيره. حماسه لاتخاذ القرار بإقالة حماسه جامعة. لاتخاذ القرار نعم. هناك اعتبارات هناك اعتبارين اساسيين. الاعتبار الاول صار نتنياهو والاعتبار الثاني الولايات المتحده الامريكيه وهناك اعتبار ثالث ربما يكون ربما يكون عقبه وهو اصرار سعر على ان يتولى وزاره الدفاع. على ما يبدو ان هذا الامر لم يحسم. أن يتولى وزاره الدفاع او يتولى وزاره الخارجيه. صار نتنياهو منذ البدايه هي لا تثق بجدون صعب وهناك الكثير من من الحساسيه والكراهيه بينهم صار ونتنياهو ولكن نتنياهو بالمقارنه بينه وبين جالنت اصبح صار مجموط عن عن ولكن صار نتنياهو حتى الان يعني لا تغفر لسعر تحديها لزوجها في فترة من الفترات وانتقاده لها الأمر الآخر هي تنظر للمستقبل في حال وحدوث خلافات في داخل الحكومة وبنكفير على سبيل المثال ينسحب سيكون صار هو الرجل القوي الذي يتحكم عمليا في مستقبل ومصير نتنياهو وهذا ما لا تريده سارة هذا من ناحية سارة الأمر الآخر هو الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية عمليا هي تتعامل مباشرة مع جلن في كل ما يتعلق بموضوع الصفقة في كل ما يتعلق بموضوع الشمال في كل ما يتعلق بموضوع الحرب في غزة هي لا تثق بنتنياهو هي لا تصدق نتنياهو هي تعرف أن نتنياهو يقول شيء ويفعل شيء آخر كان قبله جانس عندما كان في مجلس الحرب ومنذ ذلك الحين جالانت هو الرجل حل هو الرجل م. الذي تثق فيه الولايات المتحده الامريكيه. اقاله جالانت هذا يعني ان ستكون هناك مشكله ثقه بين الولايات المتحده وبين نتنياهو وحكومته. هذا الاعتبار الثاني. فيما يتعلق بوزاره الدفاع كما قلت حتى الان لم لم يحسم. السؤال حسن لماذا نتنياهو يريد أن يغير جلن يعني في إسرائيل مستغربين نحن في وقت حرب وهناك خوف من أن تكون هناك ليس خوف هناك احتمال أن تكون هناك حرب في الجبهة الشمالية الليلة هناك اجتماع كابينة الساعة 9 <applause> لمناقشة هذا الأمر واتخاذ قرارات حول, ال... حول استمرار الوضع أو عدم استمراره كيف يمكن أن يتخذ نتنياهو قراراً بإقالة جالاند كرجل عسكري سابق جنرال سابق يعرف الجيش جيدا ويعرف كيف يتخذ القرارات ويأتي بشخص مثل جدون صار هو م. ليس عسكري ليس له خلفية عسكرية وفي ظل أجواء بأن هناك حرب ولكن نتنياهو هذه ليست حساباته نتنياهو يريد يريد جدون صار أولا يريد التخلص من جلال هذا أولا م. ثانيا هناك مشكلة حقيقية يواجهها نتنياهو في الحكومة وهي قانون التجنيد أو قانون إعفاء الحريم من, من الخدمة قال عمليا موقف واضح لا يقبل أن يكون هناك قانونا ليس عليه إجماع بكلمات أخرى هو يرفض أن يتم إعفاء المتدينين من التجنيد سعر هو أكثر قربا للمتدينين م. بمعنى هو أقرب موقف لموقف نتنياهو يستطيع ان يبحث عن م. عن قواسم مشتركه، م. والامر الاخر فيما يتعلق بصفقه الأسرة على الاقل وفقا لتصريحات لتصريحات سعر هو اقرب موقف في موضوع الأسرة الى موقف الى موقف جلنت. جلنت بشكل واضح يقول انا مع صفقه وضغط باتجاه ان تكون هناك صفقه سعر بشكل علني هو قال انه ضد الصفقه نتنياهو يريده يريده من اجل من اجل ذلك لكن حتى الان كما قلت حسن هو لا. ليس 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 هناك شيء مضمون يعني الاعلام تحدث في الساعات الاخيره ان القرار قد يعني تم وان يعني قد صار في طريق الحكومه ولكن على ما يبدو ان يعني هناك اصبح هناك تردد من قبل نتنياهو في اتخاذ القرار هذا لا يعني أن لا يكون القرار ولكن ليس يعني فوري لو افترضنا جدلا كسيناريو افتراضي انه اقيل بالفعل جالنت وعين عن ساعه تاثيرات ذلك على الملفات الثلاثه الحرب في الشمال تجنيد الحريديم وملف المفاوضات يعني نتنياهو يقول على سبيل المثال ان موضوع المفاوضات والتوصل الى صفقه وجود سعر يعني سيساعد في التوصل الى صفقه طبعا هذا يعني قوبل بسخرية بالكثير من السخرية في 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 اسرائيل لان هذا الامر يتناقض تماما، انت اتيت اتيت بسعر لكي لا تكون هناك صفقه، لذلك اهالي الأسرة حسن يعني في حاله من الخوف، في حاله من الاحباط، في حاله من الياس عندما سمعوا هذا الخبر لان جالنت كان دائما على تواصل معهم ويلتقي بهم ويضعهم في صوره التطورات، هم يدركون يعرفون موقف صعب بانه يعني غير متشجع اقل حماسه اكثر تطرفا في موضوع في موضوع الصفقه، وبالتالي هذا غير صحيح. في ملفات اخرى في موضوع الشمال اعتقد ان يعني صعر في النهايه هو وزير دفاع سيلتزم بقرار الكابينت، سيلتزم بقرار نتنياهو وتوصيات الجيش، توصيات الجيش واضحه هو توسيع دائره دائره المعارك هناك سيما ان يعني آه عام سوكشتين يعني آه قال لهم بشكل واضح أن هناك ربط بين الجبهة الشمالية وبين جبهة غزة باختصار كأنه يقول لهم بدون أن يكون هناك اتفاق, اتفاق في غزة لن يكون هناك اتفاق في الشمال نعم آه على ذكر اجتماع الكابنت الليلة ما المتوقع منه؟ آه يعني هو كان مفروض أن يكون الاجتماع أمس وكان من المفروض أن يكون الاجتماع خلال يعني قبل ذلك آه آه اليوم ولكن تم اقراره على ان يكون الساعه التاسعة مساء هو سيخصص اكثر لموضوع الشمال ما هي الخيارات المطروحه ما الذي يجب ان يفعله ما هي التعليمات التي يجب ان تعطى للقياده للجيش الجيش ينتظر تعليمات الجيش يقول لهم انا جاهز الخطط لدي جاهزه ينتظر تعليمات ولكن يعني هناك استغراب كبير في اسرائيل ان وفي الولايات المتحده الامريكيه انك لماذا تذهب الى حرب في الشمال وانت بامكانك وانت لم تنهي الحرب في في غزه وتستطيع ان تنهي الحرب في غزه وهذا سينعكس ايجابا على الوضع في الشمال انت لم تف لم لم تعالج اي مشكله في غزه عمليا انت لا تحل لم تحل اي مشكله حتى بعد مرور اكثر من 11 شهر والآن أنت تريد أن تفتح جبهة في الشمال جبهة كبيرة وجبهة ليست بسيطة والخسائر ستكون كبيرة وعمليا و... الثمن سيكون غالي كثير ولكن على ما يبدو أن نتنياهو على الأقل حتى الآن ذاهب بهذا الاتجاه ربما تكون العقبة الأساسية بالنسبة له هي الولايات المتحدة الأمريكية شكرا شكرا جزيلا دكتور سفيان أبو زيدة وزير الفلسطيني شكرا. شكراً. شكراً.